إن شاء الله نهاركم زين. اليوم نهار ممطر ونهار بارد، قمت قلت قولك نعملو شربة بالحوت هكا تسخن فيها كعبات وراتا. قلت لكم كيفاش عملت الشربة، اللي هم كعبات الوراتا عملتهم في الماء، معناها غسلتهم وغليتهم في الماء، والماء متاعهم مرقت بيهم الشربة، فيها شوية حمص شوية سفنيريا كلافس ثوم، وبالطبيعة شربة الفريك متاعنا المعروفة، وهذا طبق ناكلو في رمضان الأكثر. أما أنا اليوم حبيت معناها نعملو مع هو عملت كسكسي بالبسباس، هذا الكسكسي الساحلي المهدوي. اليوم ولدي شتاه خرج شوية بسباس، قصينا البسباس خلطناها مع الكسكسي، وعملنا بيان سور التقلية نتاعو أباغ، شوية بصل ثوم كروية هريسة عربي هروس طماطم شريحة، ونسقيوه ونزينوه بالفلفل المصير نتاع السناء كيف كيف. وبالطبيعة معهم عملت شوية سلطة مشوية، كعبي تبريك بيت فيها هاكم طلعوا ملبزين خايمين خاطر ولدي زربني، وشوية سلطة ليتو. ونودكم ونشهيكم.